مثل ما بنعرف كل سيزون بيكون نظام تحديات جديد وبيكون في اشياء جديده بتعطيك اكس بي وبتعطيك اشياء تانية. الليفل هلا هون معتمد على الاكس بي اكثر شيء، لانك انت لو حابب تلفل بالبطل بس مثل مظاهر امامك، خلينا نفوت على البطل بس، لازم تكون ملفل اكثر واكثر. كل ما لفلت كل ما بتاخذ، يعني ما عاد في تيرات مثل ما كلياتنا بنعرف من الموسم الاول والموسم الثاني صار هيك كله نظام ليفل. فانا هلا اشرح لك تحديات الاسبوع الاول ورح اشرح لك مهمات بتعطيك اكس بي مشان تلفل اسرع. هلا والله بسكان الطابه الارضيه وفيديو جديد. اول ما بتفوت على اللعبه قائمه اللوبي بتلاحظ في شغلات اللي هي على الشمال يلي اسمها كويك تشالنج، يعني تحديات سريعه. هاي الكويك تشالنج بتعطيك اكس بي. مثلا اول واحد عنا انك انت تقتل شخص بالبيستول باستخدام الفرد وبيعطيك 1400 اكس بي، وبعد منها لازم تعمل تحديث للسلاح اللي معك، يعني لازم تعمل ابجريد للسلاح اللي معك عن طريق المكنه اللي هي بترفع السلاح او بتطور السلاح، بتعطيك 14000 اكس بي. هدول التحديات انا ما رح اقدر اشرح لكم اياهم كلياتهم كل مره، بس كل ما نزل تحديات اسبوع رح احكي لكم عليها. وهلا احنا معنا على اول اسبوع على بدايه هذا السيزون معنا هدول التحديات. وفي تحدي انك انت لازم تجيب دمج بالبيستول باستخدام البيستول، يعني 500 دمج لحتى يعطوك 1400 اكس بي، ولازم تصطاد 3 سمكات لحتى يعطوك 1400 اكس بي، ولازم تقتل بالاسولت رايفل شخص واحد اللي هو بالاسولت الام 16، اي سلاح اسولت كان سكار اي شيء كان لازم تقتل شخص لحتى يعطوك 1400 اكس بي. هدول التحديات اسمها تحديات كويك تشالنج، يعني تحديات سريعه. بتلاقيها موجوده عندك على الشمال مثل ما موضح انا عندي باللوبي، وهيك انت بتكون بتخلص التحديات هدول بتاخذ عليهم اكس بي مشان تلفل اسرع. وبالنسبه لتحديات الاسبوع، تحديات الاسبوع مثل ما بنعرف بتفوت على الطاوله. اول شيء بتفوت على قائمه البطل باس اللي هي عندك فوق، بعدين بتفوت على الماب تشالنج اللي هي الترابيزه او الطاوله. يعني اول شيء بتلاقي تحديات اكوامان تشالنج، هدول رح نزل لكم عليهم فيديو منفصل واشرح لكم عن الاكوامان كيف بتساوي. وهون كمان في عندك تحديات الاسبوع الاول. تحديات الاسبوع الاول بقى هدول هيك كاملين قدامك، انا رح اشرح لكم اياها من عن طريق صوره خارجيه وارجيك شو هن التحديات واشرح لكم اياهم كلياتهم بالكامل. وهي مثل ما شايفين الصوره كامله للتحديات الاسبوع الاول للسيزون الثالث شابتر 2، انا رح اشرح لكم اياها واحده واحده بس انشان يكون عندك فكره انه كل تحدي من تحديات الاسبوع بيعطيك 35000 اكس بي، مشان ما ارد لك انا على كل تحدي انه بيعطيك كذا. خلص كل تحدي من تحديات الاسبوع الاول بيعطيك 35000 اكس بي. خلينا نفوت مع بعض مع اول تحدي. والتحدي الاول مطلوب منك انك انت توجه الضرر للشارك اللي ظاهر امامكم بالصوره، هذا القرش بتلاقيه بكل مكان بالمي، كل عليك انك انت توجه له ضرر باستخدام اي سلاح كان، ضرر 200 بمنطقه سويدي ساند اللي ظاهر امامكم بالخريطه. بهالمنطقه بتنزل بتروح بتلاقي القرش قريب عن الشاطئ، اي سلاح كان بتوجه له ضرر لحتى يوصل الضرر لل 200، وهيك انت بتكون خلصت التحدي الاول. والتحدي الثاني اللي معنا اللي هو بده شويه شغل، كل اللي عليك انك انت بهذا التحدي انك انت تقتل شخص بعد ما تستخدم الدوامه اللي عند منطقه هايدرا 16، وهيك انت بتكون خلصت التحدي. انا رح اشرح لك هذا التحدي شوي لانه بده شويه تفصيل اكثر. كل عليك انك انت تنزل منطقه هايدرا اللي ظاهره امامك بالخريطه، بتلاقي هون تحت دوامه الخاصه بتبع المي، يعني اللي بترفعك. كلياتنا بنعرف انك انت بتنزل بدوامه وبترفعك. اول ما ترفعك هي الدوامه لازم اول ما ترفع وتنزل اول ما تدق رجلك بالارض 10 ثواني لازم تكون قاتل واحد، بعد ال 10 ثواني ما بينحسب معك هذا التحدي. يعني انزل عند الدوامة اللي بنطقت هايدرا 16، اول ما عليك تنزل بهي الدوامة وترفع بالمي مثل مظاهرة امامك بالفيديو، تقتل شخص لحتى تقدر تخلص هذا التحدي، مو بعد العشر ثواني. يعني تطلع من الدوامة قبل بعشر ثواني تحاول تقتل شخص، غير هيك ما بينحسب لك التحدي. مطلوب منك شخص واحد. بعرف هذا التحدي طولت عليكم بالحكي بس هذا لازم شرح زيادة لانه هذا الشيء جديد معنا بهذا السيزون. والتحدي الثالث اللي معنا اللي هو مطلوب منك انك انت تفوت على الخزينة الخاصة بالكيتي اللي ظاهرة امامكم بالماب. بهي المنطقة كل عليك انك انت تروح تقتل البوس اللي هنيك وتروح تاخذ الكارت تبعه وتفوت على الخزينة تبعه. مجرد ما انك انت تفتح الخزينة وتفوت على الخزينة تبعه هيك انت بتكون خلصت التحدي. مطلوب منك مرة واحدة وبتخلص التحدي. والتحدي الرابع اللي معنا يا شباب اللي هو مطلوب منك تدور على ثلاث اقزام، هدول ثلاث اقزام موجودين بكافة انحاء الماب. كل عليك انك انت تروح تدور عليهم وتاخذهم، بتكبس مربع او بتكبس اي حسب الكنترول تبعك وبتاخده. انا رح اورجيكم هلا فيديو كيف بتساوي هذا التحدي بجميع اماكن الاقزام عنا بالماب.
التحدي الخامس اللي معنا يا شباب، كل عليك انك انت تفتح امو بوكس او تفتح شيست بمنطقة تريك تي ريج اللي ظاهرة امامك بالماب. كل عليك انك انت تنزل بهاي المنطقة تفتح امو بوكس او تفتح صندوق شيست. مطلوب منك 7 امو بوكس او 7 شيست، اللي انت بخير اللي انت بدك اياه، يا شيست يا امو بوكس. تفتح 7 وهيك انت بتكون خلصت التحدي. والتحدي السادس وما قبل الاخير معنا يا شباب، اللي هو المفروض منك انك انت تنزل عند منطقة ميستي وتضل توب 25. يعني كل عليك انك انت تنزل بمنطقة ميستي اللي موضح امامك بالخريطة، اول ما تنزل من الباص ما تنزل على مكان تاني، انزل دغري على منطقة ميستي، ولازم تضل توب 25. يعني مو تنزل دغري وتموت، لازم تضل توب 25. يعني لو كنت عم تلعب سولو لازم يكون في 25 واحد، ولو كنت عم تلعب دو لازم يكون في 50 واحد تقريبا لحتى تقدر تخلص هذا التحدي. يعني حاول تضل قد ما بتقدر تضل، او تجيب الجيم عادي، يعني المهم انك انت تضل قد ما بتقدر للتوب 25. والتحدي الاخير اللي معنا يا شباب، اللي هو المطلوب منك تقتل 3 اشخاص بمنطقة ستيم ستاك اللي ظاهرة امامكم بالصورة. هاي المنطقة بتنزل عليها بتقتل 3 اشخاص وهيك انت بتكون خلصت التحدي، يمكن بجيم واحد او بكذا جيم، لانه الصراحة مو مكتوب انه هو بسنجل ماتش. يعني كل عليك انك انت تنزل بستيم ستاك وتحاول تقتل 3 اشخاص وهيك انت بتكون خلصت التحدي. التحديات سهلة جدا هذا الاسبوع، اول اسبوع معنا سهل جدا، والاسبوع الثاني انا معي تسريبون ان شاء الله رح صير حاول انا انزلكم تسريب قبل بيومين، وصير ننزلكم التحديات شرحها مظبوط بنفس اليوم اللي هو بيكون بيفتح فيه التحديات. هذا هو مقطعنا اليوم بالنسبة للتحديات. لو في عندك اي شيء مو مفهوم اكتب لي تحت بالكومنتات، ولا تنسى تستخدم كود لايتم شوب لو حابب تشتري البطل باس او حابب تشتري اي شيء تاني نيمو 9 اللي ظاهر امامك بالصورة. شكرا لكم كلياتكم على الدعم وعلى جميع التعليقات اللي عم تجي عندي بالفيديوهات. حلمنا 10,000 لسه ان شاء الله قائم، بدي دعمكم لنوصل ل 10,000 اخ وصديق عندي بالقناة. وشكرا لك اذا كملت المقطع للاخر، وبرعاية الله.